جربتش انك تعيش لوحدك في الكون وتستكشف اشياء غريبة وتفضل تتنقل من كوكب الى كوكب وكل مكان تقدر انك تبني وتصنع وتقاتل من اجل الحياة وتعيش جو المغامرة؟ لعبة بروجكت ستار. شباب مع لعبة بروجكت ستار موبايل، ودي تعتبر النسخة البيتا الثالثة. اول لما نزلت اللعبة كنت اتكلمت عنها هنا في القناة وكانت لسه بداية اللعبة. بعد التجربة الثالثة للعبة اللعبة فعلا اتغيرت ولها شكل تاني، ولان عارف ان اغلبكم بيحب النوعية دي من الالعاب فكان لازم اخليكم تجربوا اللعبة. المهم يا شباب ان النسخة دي كانت نزلت امبارح بتاريخ 16/7، ودي نزلت على 4 أو 5 دول بالضبط، اللي هي ماليزيا وتايلاند والفلبين واندونيسيا والهند، يعني بتعتبر في دول اسيا. لكن اللعبة موجودة على جوجل بلاي، يعني مش هتحملها من اي مكان تاني غير جوجل بلاي. وعشان تحملها من جوجل بلاي فانت لازم تعمل حاجة مهمة عشان خاطر اللي انت تغير السيرفر بتاع جوجل بلاي وتخليه على اي دولة من الخمسة اللي موجودين دول. خلينا نتكلم بشكل عملي شوية عشان في بعض الاصدقاء ما بتعرفش تعمل الطريقة اللي هي تغيير السيرفر الخاص بجوجل بلاي. هتضغط على التطبيقات وهتجيب جوجل بلاي وهتضغط عليها عشان خاطر تمسح الداتا الخاص بجوجل بلاي. هنا بتمسح الداتا ومش الكاش، احنا عايزين نمسح الداتا نفسها من جوجل بلاي. بعد ما بتمسح الداتا بتروح بقى ترجع تاني لجوجل بلاي بتشغله. انت كده المفروض يكون عندك ايميل تاني غير الايميل الاساسي بتاعك، تقدر اللي انت تنقل من الايميل لايميل عشان خاطر سيرفر جوجل بلاي يتغير للدولة اللي انت اخترتها. طبعا احنا بنشغل الفي بي ان عشان محدش يعمل الحولة ديت بدون في بي ان، فبنشغل الفي بي ان وبنجيب اي دولة من الدول الخمسة. بعد ما بتغير الدولة، طبعا انا كنت جبت دولة ماليزيا، بتعمل بحث عن اللعبة اللي هي بروجكت ستار، بتكتب بروجكت ستار في خانة البحث اللي فوق وبتبحث عن اللعبة. وخلي بالك ساعات بتلاقي يعني اسماء مشابهة للعبة، فانت لازم تحفظ اللوجو الخاص بشكل اللعبة. ده اللوجو الخاص بشكل اللعبة اللي هو بروجكت ستار، اللي هي ايرلي اكسس، اللي هو استخدام المنتج قبل اطلاقه. دي اللعبة شباب موجودة على سيرفر من اي سيرفرات الخمسة اللي احنا قلنا عليها، تقدر اللي انت تحملها. لو انت بقى وانت بتحمل مثلا وحسيت ان في بطء في التنزيل، انت ممكن تقفل الفي بي ان وتكمل عادي بالواي فاي عندك. ده طالما انت خلاص دخلت وجبت اللعبة وضغطت على تحميل، انت ممكن هنا تفصل الفي بي ان وتكمل عادي بقى التحميل عشان السرعة. اللعبة شباب بتشتغل على 4 جيجا رام، يعني ما ينفعش ان انت تستخدم اللعبة 2 جيجا رام، هي 4 جيجا رام فيما اعلى عشان خاطر اللعبة تشتغل معك كويس. وللعلم هي برضو لسه فيها شغل كتير، يعني هي لسه برضو ما هيش النسخة النهائية، هنا ممكن تلاقي حبة اخطاء في الجودة او حاجة زي كده. مهم يا شباب، ده كان فيديو خاص بتحميل اللعبة، ازاي اللي انت تحمل اللعبة من جوجل بلاي. طبعا ما دخلتش في تفاصيل تانية عشان ما طولش عليكم الفيديو اكتر من كده. لو عجبكم الفيديو يا شباب ما تنسونوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام.